نحن موجودين بعبارة سينما حلب المعترف عليها عبارة كوكتيل، وفي عنا هون قناص تبع باب النصر اللي مشهور يوميا صباحا مستصبح بالدم والإصابات بشكل يومي وقنص يومي. بس اليوم أول أيام الهدنة ما شفنا لا دم ولا شفنا شيء، ما شفنا غير الأطفال الحمد لله عم تلعب، ونحن نفسيتنا اليوم مرتاحة ومبسوطين الحمد لله. طبعا قبل الهدنة عند أدخل على القسم سبحان الله أشوف الشراشف كلها أدمية، يمكن نبدلها يمكن ألف مرة بالنهار من كثر الأدمية. هلا الحمد لله رب العالمين، يعني على طول عم تتم نظيفة، وطبعا هذا الشيء يعني بينعكس إيجابيا على المشفى وعلى المواطن بشكل خاص. طبعا حسينا براحة نفسية جدا طبعا، والإصابات يعني ما هي الساخنة مثل قبل، طبعا كانت تجي إصابات ساخنة كثير، يعني هلا الإصابات إصابات بسيطة كثير، يعني قريب وما قريب فيك تقول هذا الشيء. يعني الثانية